بحب انا اشوف الحاجات اللي زي كده، وبحب اسمع المزيكا الروسي دي جدا، يعني تحسك بالعظمه كده. خلونا نروح للانتخابات الروسيه، لانه هو ده جزء من اللي احنا شفناه. الانتخابات الروسيه هتبدا ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي 18 مارس، هيتنافس فيها يا ساده 8 مرشحين. بدا المواطنين الروس المقيمين في بعض الدول الاخرى الادلاء بالفعل باصواتهم. عارفين انتخابات المصريين في الخارج، انتخابات الروس في الخارج. النهارده على سبيل المثال بدا المواطنين الروس المقيمين في روسيا البيضاء بيلاروس الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه. واستطلاعات الراي المبدئيه واللي اجراها المركز الروسي لدراسه الراي العام من حوالي اسبوع او كده، عمليا بقالها اسبوع قبل الانتخابات، بتظهر انه تقريبا حوالي 69% من الروس مستعدين للتصويت بالايجاب للرئيس الحالي فلاديمير بوتين. في محل مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة بافل جروندن في المركز الثاني بنسبة 7% فقط لا غير. بحزن أنا لما ألاقي المرشحين للأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية بيحصلوا على نسب بهذا الشكل، يعني بحزن جدا. هتيجي تقول أنت لسه عايش في هذه المرحلة، أقول لك أرجوك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، لا تنسى أنه من يحكمون الصين هم الحزب الشيوعي الصيني. لا تنسى أنه اللي بدأ تجربة النهضة الصينية الحقيقية كانت الحزب الشيوعي الصيني 78-79. لا تنسى أنه أكبر اقتصاد أو تاني أكبر اقتصاد في العالم، واللي مرشح يبقى الاقتصاد رقم واحد في العالم هو الاقتصاد الصيني اللي عمل تغييراته الهيكلية الحزب الشيوعي الصيني.